أخبار اليوم. التهاب الكبدي الوبائي، كلمة وبائي كلمة بتخض كل أب وكل أم. وبائي يا جماعة يعني معدي، بيحصل عدوى، لكن هو أقل أنواع التهاب الكبدي خطورة. التهاب الكبدي مشكلته أنه ممكن يظهر بأعراض كثيرة جدا، يعني الطفل دوت ممكن يظهر في صورة قيء، مغص، ألم في المعدة، قيء، إسهال، وبعد فترة من ظهور هذه الأعراض اللي نسميها بروتروما أو المقدمات يبدأ يظهر أعراض أخرى اللي هي إصفرار في العين وإصفرار في لون البول، حتى احنا بنشبهها بلون الشاي الخفيف. يعني الأب والأم في البيت لو حسوا بأعراض زي كده يجب أن يتجه للطبيب فورا. إصفرار في العين وإصفرار في لون البول. طيب هل كل إصفرار في لون العين ولون البول هو التهاب الكبدي؟ لا طبعا، عندنا أسباب كثيرة لكن وقتنا قصير، فإحنا لازم نركز في التهاب الكبدي الوبائي اللي بيجي عدوى عن طريق الأكل والشرب، وخصوصا الأكل الخارجي بيجي عدوى عن طريق استخدام الحمامات الملوثة. فبالتالي نخلي بالنا من النقطتين دولت، الأكل اللي من بره والحمامات الملوثة اللي ممكن تنقل عدوى. وبالتالي بالنسبة لنا كأعراض وكعلاج إيه؟ أعراض المرض قلناها، علاج المرض هو سيلف ليميتد احنا بنسميه، يعني متحكم ذاتي. يعني ايه متحكم ذاتي؟ يعني هو الموضوع مسألة وقت. هي مشكلتنا ان احنا بنخاف من الكلمة، لكن هو علاجه ايه؟ ولا حاجة. الراحة، السوائل السكرية بنسبة كبيرة، كل انواع السكريات ما بين فاكهة ما بين عصائر، كل انواع الخضار بدون دسم، كل انواع النشويات بدون دسم، هو ده طبيعة أكل الطفل الذي يصاب بالالتهاب الكبدي. النقطة الأولانية هي طبيعة الأكل، النقطة الثانية هي إزاي نمنع العدوى، ودي أهم حاجة في القصة، لأنه عدوى التهاب الكبدي بتاخد حوالي شهر، فبالتالي العزل لابد أن يكون لمدة شهر. العزل في إيه يا جماعة؟ الطفل دوت لازم أكله، مطرح أكله، شربه، يعني المعلقة، الفوطة، الطبق، الكوباية، الشوكة، أي حاجة بيحطها ناحية الفم أو بيجي عليها إفرازات اللعاب لازم تكون لوحده. أول قضية. القضية الثانية أنه ممكن يعدي عن طريق التبول والتبرز، فلازم الحمام يتنظف بفنيك أو ديتول بعد هذا بعد ما الطفل يدخل الحمام. الحاجة الثالثة والمهمة والناس ما تاخدش بالها منها، أنه لازم الأم بعد ما تغسل حاجتها، حاجة الطفل دوت، من سواء معلقة، الفوطة، الطبق، الكوباية، لازم تطهر ايديها بصابون مطهر او صابون معقب، بحيث ما تنقلش عدوى ليها ولا تنقل عدوى لأولادها. بالتالي يا جماعة مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من العدوى، طبيعة الاكل، ولازم طبعا في الاول يعني بنتجه للطبيب اللي بيحدد لنا نوعية التحاليل اللي بتتعمل وامتى بنعيدها لمدة قد ايه. مهم جدا ومعلومة خطيرة ان والناس ما بتاخدش بالها منها، ان الام ممكن تبقى وسيله للعدوى، بمعنى ان الام لازم بعد ما تنظف حاجه الطفل دوت، سواء المعلقه، الفوطه، الطبق، الكوبايه، اي حاجه بيستعملها الطفل، لازم تطهر ايديها بصابون ديتول او صابون مطهر او صابون معقم او اي نوع، بحيث انها ما تنقلش عدوى لا ليها ولا لاولادها الموجودين معاها في نفس البيت. وهي نقطتين مهمين يا جماعه، تغذيه الطفل في هذه الفتره والعزل، هما أهم نقطتين في التهاب الكبدي الوبائي ألف، لأنه التهاب الكبدي الوبائي ألف من الأشياء المنتشرة جدا وبتنتشر جدا في فترة الصيف، ومن الحاجات اللي بتخلي الأمهات والآباء بيبقوا منزعجين بشكل كبير جدا. أهم معلومتين وآخر قطعة في الكبسولة هي إن الطفل دوت لازم يتعزل عن طريق مطرح الأكل والشرب، مطرح التبول والتبرز. كذلك مفيش علاج للالتهاب الكبد إلا مقويات الكبد العادية. نمرة ثلاثة، نخلي بالنا من طبيعة أكله، السكريات ثم السكريات ثم السكريات، وفي الآخر خالص النشويات، ممكن خضار، بس كله بدون دسم، بدون أي إضافات أخرى.